يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يحدث من بعض الناس أنه إذا ذكرت قصة عن الجن أو ذكر اسم الجن قالوا مباشرة وبصوت مرتفع بسم الله الرحمن الرحيم، ويأمرون من حولهم بالتسمية، فهل هذا من الخوف المنهي عنه والذي يتعاظم به الجن ويزيدون الناس به خوفا؟ لا، هذا من التحصن بالله عز وجل، هذا بسم الله والاستعاذة، هذا من التحصن بالله عز وجل، هذا طيب، هذا طيب، مأمور به. نعم.